نظرة عامة على هذه الساحة الليبية المنعزلة لا تكشف الكثير، لكن نظرة أقرب تكشف ما هو أعمق. حالة من اليأس والشقاء، فحوالي 400 مهاجر قدم معظمهم من أفريقيا هنا. لا يوجد مكان للنوم. هل دفعت أموالاً للمهربين؟ نعم، أنت تدفع أكثر من 1600 دولار أمريكي من الخرطوم إلى ليبيا. هذه هي لحظة القبض على بعضهم من قبل خفر السواحل الليبية. السفينة تعطلت بعد 4 ساعات من الإبحار، وظلت الطريق طوال يومين. نفد الطعام والشراب ليبقى الحظ حليفا للناجين. تقدمنا بعدة طلبات للاحتياجات للاتحاد الأوروبي، ولكن للأسف إلى الآن لم يتم توفير ولا قارب إنقاذ ولا كيس انتشال موتى. هذه واحدة من 8 سفن فقط لمراقبة سواحل ممتدة لأكثر من 1200 ميل. ليست كافية، بل إن خفر السواحل الليبية يحتاجون إلى ما هو أبسط، يحتاجون مناظير ليلية وحتى أكياسا تحمل الجثث. الحاج رمضان اصطحبنا إلى مشرحة مصراتة، مليئة هي بجثث المهاجرين لدرجة جعلت من الصعب إغلاق الأبواب أو فتحها. ليبيا هي بوابة عبور من أفريقيا إلى أوروبا، لا يوجد بها مؤسسات للدولة، بل أن مراقبة الحدود تتم من قبل متطوعين وعاملين بنظام نصف الوقت ومنهم حميد. في بعض من المكانات نلقوا فيه ميتين حتى الموت، في اللي حتى جهر القبر متاعه ومش قادر يضمن معه. يعرف العابرون من هنا حجم المخاطر المحيقة بهم للوصول إلى أوروبا. في آخر يوم لنا في مصراتة كشف عن مهاجرين مهربين في هذه الشاحنة، أكثر من 20 شخصا. أحدهم لم يكن يحمل معه سوى الإنجيل، يدعو به ربه أن يحقق حلمه الوصول إلى أوروبا.